تعرف اليوم درجات الحرارة كلش عالية، فالشارع ما يطاق، ما يطاق بالحر، بس مع هذا ما تمشي انت بالشارع، لازم لو تاكل رقي، اي تبريد تجرب، هاي الرشاشات اللي تثمل الهواء، ونتمنى انه الحكومة شوية تلتفت أكثر جنة طاقاتها لتوفير مولدات، وكأنه أهلية بس ضخمة، وتنحل المشكلة بسرعة إن شاء الله. اليوم درجة الحرارة عالية بالعراق، واحنا المختصين بالحيوانات بتربية حيوانات رشيناهن وسبحناهن أكثر من اللازم حتى يبرد جسمها، لأن هاي تحتاج إلى برودة